Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم again مرة أخرى إلى أتحداك في وقت كم يأخذ الفيديو سأكتبه في عنوان الفيديو وسأحاول أن أطول الفيديو بناء على based on بناء على based on يعني بناء على your request على طلباتكم فعلا انا يعني اؤكد انه اتس فيري useful useful يعني مفيد انا اؤكد ان هذا التمرين مفيد جدا واي لماذا الطلاب يعني حقيقه اغلب الطلاب الاذكياء يعني ام سوري يعني الاذكياء بيفضلوا هذا التمرين they لايك like ات هم بيعجبهم هذا التمرين لانه بيدخل وبيلم كل حاجه في فيديو واحد يعني انت يو ستدي جرامر تدرس قواعد بريزنت سمبل وكونتينوس وباست وفيوتشر وبتدرس فوكابلري مفردات وبتدرس حروف جر وبتدرس تركيب جمل وبتدرس يعني اشياء كلها بتجي كلها في هذا الفيديو بالعكس هذا يسلط الضوء ويعرفك اخطائك اللي في عقلك اللي ما حدش عارفها nobody knows it ما حدش بيعرفها except you غيرك انت وهذا التمرين بيكشفها اوكي okay. Now let's get started. خلونا نبدأ ونتحداكم في العبارات والأسئلة والجمل التالية. السؤال الأول أنت تريد أن تسأل أحدهم أنت في موقف معين فتسأل هل هناك مشكلة؟ هل هناك مشكلة؟ ها؟ كيف تقول هل هناك مشكلة؟ بكل بساطة Is there a problem? Is there a problem؟ مش بروبلم؟ البروبلم هذا نطق عربي، خليك كده على النطق الأجنبي أحسن. Is there a problem؟ Is there a problem؟ هل هناك مشكلة؟ أستاذ مراد أنت كيف جبتها؟ شوف معلش يعني لو كل سؤال بس توضح أنا بسرعة كيف عملته؟ ما عملتش حاجة، أنت أصل الجملة There is a problem هذا أصل الجملة. أنا حولت إلى سؤال Is there a problem؟ هل هناك مشكلة؟ بس لأن القاعدة المعروفة في تكوين السؤال اللي بهل إنك أنت تكون الجملة وتحولها إلى سؤال Next التالي أرني هويتك ممكن تتعرض لهذا الموقف فقد يعني أحدهم يقول لك أرني وريني هويتك أرني يعني إيه؟ show me show يعرض او بالعاميه يوري يعني يبين لاحدهم شو الحين تسمعون شو الشو اللي هو العرض تسمع في السينما تقول لك الشو تايم الوقت العرض الساعه كذا لكن هنا شو ايضا يعرض او يوري شو مي ارني هويتك شو مي your اي دي اي دي اي دي هي اختصار ل identification بس الناس مش حابين يقولون identification اللي معنى الهوية لا يقولون show me your ID please show me your ID please وريني هويتك لو سمحت والهوية قد تكون الباسبورت الإقامة البطاقة اللي بتسميها أتمنى أنك تكون كتبتها صح هو تحدي الآن أنت عد كذا كم أنا تقريبا كتبت ما بين 15 إلى يعني ما بين جملة وسؤال فشوف أنت كم جبت منها صح، كم حاجة جبتها صح. طيب. أنت بتطلب من أحدهم بطريقة مؤدبة أن يطفئ جواله، فتقول له: هل ممكن أن تطفئ جوالك من فضلك؟ ممكن تقفل وتغلق، في إزعاج. أنت مدرس أو أنت مدير أو أنت في مكان وشخص بيعمل إزعاج، فسؤالك: هل ممكن أن تطفئ جوالك من فضلك؟ كيف؟ ها <applause> عندك أكثر من طريقة، ولكن الطريقة اللي أنا عادة بفضلها مثلاً، could you please could you please turn off your mobile please? could you please turn your turn off your mobile please؟ يعني عادة أنت أسلوب الطلب واحد يقول إقنعني يا سيد مراد كيف يعني؟ اصلا كوديو ولا كانيو كلاهما صحيح معلش استاذ مراد انا اعرف كانيو هل تستطيع ما هو اكيد يستطيع ان يقفل جواله لحظه كانيو ممكن تستخدم هل تستطيع للاستطاعه مثل كانيو فيكس ممكن تصلح السيارات يو سبيك انجلش هذا موضوع اخر بس هي نفسها ايضا كانيو وكوديو يستخدموا بالطلب المؤدب عندما تطلب من احدهم شيئا يعملوا لك فتقول له Could you please? Can you please? يعني انا لو طلبت منك انك تغلق الباب فساقول لك Can you close the door please؟ مش انا ما بسالكش انت هل عندك المقدره؟ اكيد انت عندك المقدره وكل واحد عنده المقدره ان يغلق الباب لكن انا بطلب منك فالكان ممكن تكون للاستطاعه وممكن تكون للطلب البعض انا انزلت مواضيع على هذه الدروس السابقه فكان في التعليقات يكتبون لا كيف هذا الكلام؟ كان يستطيع؟ اذا هي يعني تستخدم استخدامين. يعني. Could you please turn off يطفئ turn on يشغل يعني حتى الاضاءه اذا اردت ان تقول طفي النور ولع النور turn on turn off احيانا يقولون ايضا switch on switch off switch on switch off لكن مشهور ايضا الطلب اذا جاءت مع بعض الطلب مع turn on Could you please turn off the mobile اذا البليز ما جبتهاش في البدايه تحطها في النهايه يعني could could you turn off your mobile please طبعا البليز في الاخير او ممكن تقول could you please turn off your mobile هتغدا اصبحت واضحه الجمله التاليه بسيطه واحد يقول انا لا اهتم بحاول ان واحد بخوفك او بيعطيك كلام مش مهتم انا ما همنيش كيف تقول هذا الكلام بسيطة I don't care I don't care طبعا don't هي اختصار I do not I don't care لا أبالي لا أهتم في جملة ثانية اللي I am not interested أنا لست مهتما بالرياضة هذا موضوع آخر لكن هنا الموقف كما شرحت لك انه احد بيحاول يحددك او يحذرك من الموقف الفلاني انه المدير هيزعل فتقول ما همني انا مش مهتم اي دونت كير لا ابالي طز في هذا التعبير يعني طيب الموضوع الثاني كيف تقول لاحدهم مش شغلك هذا شيء لا يعنيك مش شغلك كيف تقول هذا الكلام هذا الشيء لا يعنيك او مش شغلك بالعاميه يعني الامر بسيط. It's not your business. It's not your business. Business بزنس مش معناتها شغل وعمل، هي يعني مش عملك هذا، هذا مش في صميم عملك فتتدخلش في عملي. It's not your business. It's not your business. احفظوا هذه العبارات جدا رائعه وهتستخدموها. ركزوا على الجمله التاليه للاذكياء فقط ان شاء الله كلكم اذكياء. الجمله تقول سأعطيها كتابها غدا سأعطيها كتابها غدا هذه انت جمله خطرت على بالك وحاب تقولها لاحدهم سأعطيها مالها سأعطيها كتابها غدا واحد جاء قال لك يا اخي عيب عليك اخذت الفلوس او الكتاب تبع البنت الفلانيه عيب والله فأنت وعدته فقلت له هذه الجملة سأعطيها مالها سأعطيها كتابها غدا كيف تقول هذه الجملة؟ الإجابة هي I will give her her money with a book tomorrow أستاذ مراد أنت يبدو أنك غلط أنت كتبت هير هير أيوه أيوه هير هير ليش؟ الهير الأولى هي الاوبجكت المفعول به ضمائر المفعول به اذا انت طالب جديد عندي يدخل على الدروس السابقه اجدها فين يا استاذ مراد في اسفل الشاشه يدخل الى تعلم الانجليزيه مع مراد اضغط عليها وادخل على قوائم التشغيل ستجد المستوى الاول المستوى الثاني والحلقات مرتبه بالترتيب اهم شيء سبسكرايب اشترك حتى تصلك المواضيع الجديده وتلحق القديمه طيب I will give her. أنا سوف أعطيها. تمام؟ هيرماني ما لها الهيرة الثانية هي للتمليك طيب مثلا تعالوا نغير هذه نفس الجملة هذه عشان أقنعك يعني اللي مش فاهم خليها أنا سوف أعطيه ماله كيف ستقول هذه الجملة I will give him أيوة his money ماله صح I will give him سوف أنا سوف أعطيه his money ماله متفقين؟ لكن بسبب أنه الهير في المفعول به والهير في التمليك هو واحد يشبه بعض فأنا استغلت هذه النقطة عشان أوضح لك إياها مش هو التحدي فأنا بشوف أنت مصحصح معى ولا لا إذا I will give him سوف أعطيه I will give her سوف أعطيها his money ماله her money مالها أعطيها مالها يا أخي وخلص نفسك طيب أه سؤال اخر ايضا للاذكياء فقط وكلكم اذكياء باذن الله انت حابب تسال سؤال لاحدهم يا عبد الله هل بتدخن هل انت بتدخن هل انت تدخن السؤال هذا يعني لا يقصد به الان في اللحظه هذه لا انت بتساله بشكل عام هل بتدخن هل من طبيعتك انك بتدخن من عادتك اللي شاف الفيديو السابق لي او الفيديوهات السابقه ودرس البريزنت سيمبل البسيط هيفهم ان الاجابه هي Do you smoke? Do you smoke؟ واحد يقول انا اللي صراحه كتبتها ار يو سموك؟ ما انا عارف انه كثير بيحبوا الار طب معلش وضح لي why not why not احفظ العباره حلوه why not ليش لا؟ كل ما بيكلمك احد خش عليه كذا Why not? كل ماذا لا تخليه يرتاح كمل معاه ليش لا why not؟ ليش لا يا استاذ مراد؟ are you انت اذا وضفت اصلا اضفت are you هتضطر تضيف للفعل اي ان جي فتصبح are you smoking يعني هذه قاعده عامه اوبا ما فيش كلام اذا قلت انت are you ولا is he هتضيف للفعل اي ان جي طيب نضيف اي ان جي عم ما هو انت لو ضفت اي ان جي فما بتسالوش على العادات انت بتسالوا على اللحظه هذه من الكلام فافترض ان انت هو ما بدخنش الان انت سؤالك بشكل عام هل انت تدخن بشكل عام فالسؤال الصحيح do you smoke وليس ار يو ان شاء الله كلكم اذكياء يعني. طيب انت في مطعم وانت في المطعم حبيت تطلب طلب انا بعلمكم حاجات حلوه ها بتستفيدوا منها في المطعم في المكان الفلاني عشان يعني تستفيد من الاخطاء لو كان عندك خطا. انت بتقول لواحد يعني الويتر اللي هو النادل اريد يعني اثنين قهوه تمام بدون سكر بسيطه هذه. اريد اثنين قهوه اثنين كابتشينو بدون سكر بس كيف توضح له كلمه بدون؟ وكيف تقول اريد؟ طيب اذا اريد اثنين قهوه بدون سكر، الإجابة هي اللي كتب I want يعني أنا أتمنى لك الخير. يعني هم يعتبروا I want إنها غير رسمية وأقل تهذيبا، وأنا متأكد إنك أنت مهذب وهتمشي معاي في الطريق الصحيح، فهم يقولون I'd like، أي I'd like هي اختصار لـ I would like. ركز معي حبة حبة. إحنا هنجيب أصلا السؤال وبعدين نفصله. I'd like two coffee without sugar please I'd like I'd like two coffee without sugar please I'd like هي اختصار لي I would like I would like سيد مرات معناتها أنا أحب لا 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 زي ما بيقولوا أخواننا السوريين ما حذرت لا الصحيح أنك أنت تقول I would like هي معناتها أنا أريد يعني هي نفسها نفس اي want يا عيني عليك ايد لايك like هي نفسها نفسها اي want طب ايش الفرق بينهم الفرق بينهم انه ايد لايك like هي اكثر تادبا ورسميه فانت اذا انت بتطلب في الشارع في الكافيه في المطعم خليك اكثر تادبا واكثر يعني شكلك يكون اجمل عندما تقول ايد لايك like وليس اي وونت طيب يعني كلنا مؤدبين رسمية وتأديب يعني أنت مع أخوك مع ما فيش رسمية ما فيش أمور فتقول I want to ask you أريد أن أسألك عن الموضوع الفلاني لكن إذا طلبته بطريقة مؤدبة هي I'd like I'd like to coffee without بدون with مع without بدون sugar please طيب نشوف موضوع آخر أنت في مكان فلاني وحاب تسأل سؤال لأحدهم فالعبارة هي ممكن اسألك سؤال؟ ممكن اسأل سؤال؟ يعني كيف تقول هذه العباره؟ ممكن اسألك سؤال؟ كيف تقولها؟ هناك طريقتين الطريقه الاولى: كان اي اسك يو ا question بسيطه طبعا. والطريقه اللي انا افضلها: may i may i ask you a question؟ may i ask a question? طبعا كلاهما صحيح وكلاهما يعني رائع بس انت اذا اردت ان تسال شخص استخدم may I can I ask you ask you may I ask you question طيب الجديده ركز على الموضوع الجديد او العباره الجديده واذا تعرفها لك مني مش البوسة بوسه لكن تحيه كبيره انت حاب تقول لاحدهم سلم لي عليه سلم لي عليه أو سلم لي عليها مرت عليك هذه ومشهورة حقيقة أحيانا يعني كثير بتتقابل أشخاص وكيف فلان وكيف أخباره إيش أخباره مستر جون ولا والله يقول لك هيز جود هيز نايس هيز فاين بخير بالله سلم لي عليه كيف تقول سلم لي عليه الإجابة هي say hi to him for me إذا كان رجل say قل هاي يعني قل له هاي hi, to him قل له هو to him for me بالنيابة عني شوف كيف جايبينها say hi to him for me طب سلم لي عليها say hi to her for me سلم لي عليها say hi to him for me say hi to her for me شوف كيف هلا اكيد انتم يعني تكونوا اذكياء واكيد عرفتوها ويعني استفدتوا منها. طيب ركز على العباره التاليه. يعني بيكلمك على الموضوع الفلاني حصل حريق حصلت مشكله في اي مكان فانت حاب تقول له والله احنا كنا هناك اول البارحه يعني قبل امس احنا كنا هناك كنا هناك قبل امس كنا هناك قبل امس ترجمها حولها الكلام هذا في عقلك يلا ها كنا هنا قبل امس تترجم we were there the day before yesterday the day before yesterday هي معناتها قبل امس او اول البارحه عيد يا استاذ مراد اهو we were there ما هو here هنا وذير هناك فأنت أردت أن تقولوا إحنا كنا هناك أول أمبارح أول أمس We were there the day before yesterday يعني the day before yesterday أحفظها كده مراد معناتها قبل أمس يا عيني عليك The day before yesterday طيب الجملة التي كثيرا ما نحتاجها ومش عارفين كيف نقولها أحدهم اتصل فيك وانت مشغول بتسوق سيارة بتقود اي شيء وانت حاب تقول له I'm sorry انا اسف سأعاود الاتصال بك لاحقا يعني هتصل لك مرة ثانية بعدين انا مشغول كيف تقول هذه الجملة سأعاود الاتصال بك لاحقا لانه كثير من يحتاج هذا الموضوع انت في اجتماع in meeting في اجتماع او في مؤتمر conference و حاب تستخدم هذه العبارة سأعاود الاتصال بك لاحقا لا الإجابة هي I will call you back later I will call you back later حبيبي اسمعني انت احفظها كده وريح بالك I will call كل يتصل call باك يعاود الاتصال لا خد بالك دائما الباك بتخليه زي الرجوع كم يأتي باك يرجع على طول يرجعه كم؟ الرجال جاي، كم باك يرجعوا شوف كيف؟ ربنا لي حاجات والله. طيب. إذا I will call you back later سوف أتصل بك لاحقا. طيب ركز على السؤال التالي وصحصح معايا لأنه أيضا للأذكياء. واحد بيسأل واحد أنت متى بتنام كل يوم؟ متى بتنام كل يوم؟ ساعة كم بتنام كل يوم؟ هذه طريقة أخرى. الإجابة هي What time? What time do you sleep? مش ضروري إبريداي. لا أنت أنت قلت إبريداي من كلمة دو تقصد كل يوم. طب لو حطيت إبريداي خطأ لا يا عم What time do you sleep every ممكن تكون صحيحة. صحيحة ما فيش مشكلة فيها طيب What time do you sleep every day أنا أستاذ مراد كتبتها What time you sleep والثاني يقول أستاذ مراد أنا كتبتها What time are you sleep أبو are you اتفقنا معاك انه انت لو حطيت الار هتحط للفعل اي ان جي واذا حطيت للفعل اي ان جي يعني هيصبح كانك بتساله متى انت نايم الان وهو قدامك امامك فهذا سيبه ابو ار احنا وضحنا له المفروض هو ياخذ باله لكن الذي لم يضع الدو وقال what time you sleep what time you sleep انت اذا لم تضع الدو فانا لا اعرف عن اي زمن تتحدث وضح لي يا استاذ مراد اكثر ما انت لو قلت what time do you يعني من الدو اعرف انه present سمبل present simple متخصص في العادات او اليومي متى يوميا بتنام لو قلت مثلا did للماضي لو قلت ويل well للمستقبل متى ستنام إذا معناته أنا من الدو أعرف أن زمن السؤال هو على يوميا واللي مش عارف البرزنت سيمبل يرجع يراجعه في دروسي السابقة كما أخبرتكم إذا what time do you sleep every, day, every day. طيب السؤال نفسه بس انت هتحوله وحاب تقول لاحدهم طب انت متى هتنام اليوم؟ انت متى هتنام اليوم؟ يا عم اتنين بيحبوا بعض بيتكلموا بالتليفون فواحد بيقول له في السؤال الأول أنت متى بتنام كل يوم؟ What time do you sleep every day؟ شوية بيسأله طب متى هتنام اليوم؟ عشان ما ازعجكش يعني فالسؤال What time will you sleep today? What time will you sleep today؟ آخر سؤال وأعتقد كذا هيكون كفاية وجرعة رائعة حابين اطول اكثر اكتبوا لي في التعليقات انا مش حابب يكون دمي ثقيل عليكم واكثر بالمواضيع فتتخربطوا لكن اذا اردتوا انا هشوف كم مده الفيديو وهكتب الدقائق كانت ربع ساعه كان كذا ممكن نطول ونوصل ان شاء الله الى أتحداك في ساعه ما فيش مشكله عندي طالما الشيء هذا هيفيدكم ويسعدكم اخر شيء قبل ما انسى احدهم بيسال الاخر او واحد بيقول لك انت كذاب فأنت بتسأل أنت بتسأل هل أنا كذاب؟ هل أنا كذاب؟ يعني أنت مع ثلاثة من أصحابك فواحد بيقول لك يا أخي والله أنت كذاب فأنت بتسأل عبد الرحمن الثاني زميله يا أخي هل أنا كذاب؟ أو أنت متأخر هل أنا متأخر؟ كيف تكون هذا السؤال؟ هل أنا كذاب؟ هل أنا كذاب؟ بسيطة جداً بسيطة بسيطة Am I a liar? Am I a liar? هل أنا متأخر? Am I late? يعني أنت جيت متأخر وبتسأل المدرس فطرقت على الباب فتحت Excuse me, I am sorry. Am I late? هل أنا متأخر? يعني تجي أول يوم مش عارف أصلا متى الوقت يعني فبتسأل يعني البعض يقول في التعليقات مثلا هو بيسأل بيتغابة ما عارف وقت المحاضرة لا ممكن يكون أول يوم مجتمعين مش محددين الوقت بالضبط فمش عارف فاتوا حاجة فيقول Am I late? ام اي ليت انت كيف عملت هالسؤال كذا ما هو انت لو ترجع القاعدة الاساسيه اي تنعكس ام اي ممكن هي ممكن ما فيش مشكله ولا هي عندها وساطه ما فيش عندها وساطه هي القانون على الجميع ما فيش حد فوق القانون اتمنى اذا كنت جديد ان تشترك في القناه وتعمل لايك وتفعل الجرس عشان كل ما يوصل فيديو من هذه الفيديوهات اللي هتفيدك ان شاء الله توصلك رسالة وإذا عندك أي تعليق وعندكم أي اقتراح أنا مشيت على الاقتراحات كثرت الجمل وبنفس الوقت حاولت أن أوضح ليش الترجمة بهذا الشكل عشان ما احطكش فقط في الترجمة ومنتش فاهم إيش فيه أتمنى لكم التوفيق والنجاح ولا تنسوا الاشتراك واللايك Good luck حظا موفقا and see you soon أراكم لاحقا Goodbye